السلام عليكم إخواني أخواتي، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله أنتم بخير وتكونوا بصحة وعافية والسلامة إن شاء الله. الله يشفي كل مريض ومريضة، والله يفرج على كل مغبون ومغبونة في كل مكان يا رب العالمين. إخواني أخواتي، رجعنا لعلي سعيد، راح نركزوا على علي سعيد إن شاء الله، نهضروا عليه مليح مليح، ونرجعوا لليوتيوبرز مصريين آخرين. يعني كل واحد كلهم في تحت أنظارنا، بالخصوص تاع كأس العالم، يعني نشوفوا تحركاتهم كيف يديروا وكيف يلعبوا. إخواني أخواتي، علي سعيد شفت واحد الفيديو تاعو ديرو وعجبني، تعليقات تاع تونسيين. المهم نشوفوا الفيديو تاعو شوية ومن بعد نعلقوا، تابعوا إخواني أخواتي. بقى مطعم اسمه المغرب العربي في سوسة، المطعم ده بقى قدم لي لوبيا وقدم لي كوسكوس وقدم لي مكرونة اسباكيتي وقدم لي شوربة. قعدت اتنقل بقى ما بين الاطباق، قلت ادوق شوية من المكرونة الاسباكيتي اللي وحشاني، لقيتها مشطشطة جدا جدا جدا. يعني انقل شويه للوبيا، لقيتها اشط منها وزياده. يعني خلاص اكيد يعني الكسكس التونسي هيبقى هادي شويه ومش حار ولا اي حاجه. لقيت الكسكس التونسي برضو حار جدا جدا شوية، لقيت الشوربة برضو نفس الكلام حر قوي. اسأل صديقي على الطبق الصغير اللي جنبي دوت، قال لي دي هريسة، وهنا بقى خطر في بالي الهريسة اللي عندنا اللي هي شبه البسبوسة، وقلت يمكن دي معمولة على الطريقة التونسية، هريسة مطحونة تقريبا عاملة زي المربى ولا ايه، وفجأة خدت معلقة كبيرة من الهريسة. بعد ما خلصت الاكل بقى فضلت ماشي في الشارع وعمال اعيط والدموع مش عايزه توقف من عينيا، وناس وقفوني ايه يا عليلو في حاجه ضايعه الحر اللي انا اكلته في تونس، لان الدكتور مانعني ان انا اكل حاجه حاره. دخلت قهوه وطلبت قهوه بحليب وحمدت ربنا جدا ان القهوه. المهم اخوان اخواتي، ها يعني علي سعيد مش كان يهضر يعني في الفيديو على الاكل التونسي، لكن انا عجبني التعليقات على تونس. شفت التعليقات على تونس جيدة، يعني كيف ردوا عليه؟ قالوا للأسف بعض المصريين يعتبرون مصر في العالم هي العالم، ويصعب عليهم استساغة ثقافات أخرى جديرة بالاحترام في الأكل واللباس والأسلوب العيش. ومع احترامي لشخصك، فأنت تبحث عن نكتة مبتذلة وغير قادر على تقديم مطبخ ثري، تقييم مطبخ ثري ومتنوع مثل مطبخ التونسي، الذي يعتبر الأكل الحار سمة بسيطة من سماته المتعددة. آي والله، شوفوا المعلقين تونسا واش ردوا عليه، برافو بيان دي، برافو مساكن معقدين من تونسا في كل شيء، برافو برافو، وهي تباع في ماكدونالدز. ها قالوا أنت جربت الأكل التونسي وقلت إنه حار جدا، وما عرفتش تختار أطباق بدون فلفل حار، لأنه موجود في تونس كثير من الأكلات ما فيهاش هريسة، وطريقتك كأنك مبالغ فيها، أو يمكن أنت مش متعود، لأن الأكلة التونسية فيها الهريسة وفلفل حار بدرجة مقبولة. الأكل الحار يعني تونس ما لقش بهم الحال، مبالغة وقلة الاحترام والتشويه. أكل المطاعم مستحيل تلقاه حار إلا نادرا، واللوبيا تؤكل بالخبز وليس بالملعقة. برشا دراما وبرشا مبالغة. شوفوا إخواني أخواتي، أولا باعتراف كل من زار تونس، الأكل التونسي مستحيل يعني ينشر بذوقه وما يعجبوش. ثانيا الأكل من مطاعم قليل ومن يكون الحار بالوصف وصفته. ثالثا وهذا الأهم، يا أخي جاي تهنتنا في بلادنا، حتى ما غصبك تجيك وتأكل الأكل التونسي،
وطريقة مبتذلة جدا وإخراج الفاشل فلا تعيدها مرة ثانية. شوف إخوانا، مشيت المكان خاطئ صديقي، مطعم ما أكلته على الحيط. لو أكلت في تونس العاصمة، هنا الفرق بين الأكل التونسي والأكل المصري كبير جدا. عن نفسي أعشق الأكل التونسي جدا. على فكرة ماكلة مطعم مغرب عربي مش بنينة، مع احتراماتي لهم. احنا تونسا ماكلتنا اغلبها حرام، نطيبو بالفلفل وغير ذلك. هذا تشويه الاكلة التونسية. احنا في تونس ما نطيبوش الاكل الحار، فما الاكلات اصلا ما فيهاش فلفل حار، والاكلات التونسية والمرتبة الاولى عالميا وغير ذلك. الفلفل لازم نحكوهولك باش تعرف عليه اكثر. ماكلة ماكلك هو ما تكفيش. شوف حتى شوف هذه تونسيتها إخواني أخواتي، شوف تونسية وردوا عليه، يعني ما لقش بيهم الحال، ما لقش بيهم الحال. تشويه الأكل التونسي مبالغة في التمثيل وقلة احترام. يرجع في الأكل وفي فمه فوق الطاولة. شوف عندك حق، جلفتك متعودة بالفول، ها بالفول الناتن والطعمية حاشا نعمة ربي. عيب تجبدوا نعمة ربي، أما جبتها لحو ما دام تحب الباز شد عندك. مثلا ماكلتنا تطبخ بالزيت زيتون، السمن النباتي، الشاي مغلي بالنعناع مع الفاكهة، تطبخ في 10 دقائق مع أكلها بالرز وغير ذلك. أكتشوف إخواني أخواتي، أنت لا تعرف تأكل أصلا، ينقصك التذوق وخاصة الذوق وشوية من أداب الضيف. أنت ضيف أكثر حتى لا تتحرحر أكثر، حالتك متعجبش. احنا في تونس راجل اللي ما ياكلش الحار يتسمى شقتوني، شفنو شقنوس، شقنوس احسن من الاكل المصموط في المية بدون البهارات. هو صح الاكل التونسي حار بس بصدق لذيذ. آه الاكل في تونس حار، ولكن توجد اكلات غير حارة، هذا المعتاد. الحليب يبرد الحار. طبعا تمثيلك عسل، لكن عنصر مبالغة يمكن أن أثار عكسية المصريين اللي حيزوروا تونس. بالعكس أنا ليبية وأحب أكل التونسي للأسف. يعني شوفوا إخواني أخواتي كيف ردوا عليه تونسا، خصوصا التونسيات، يعني ما ردوا عليه، يعني ديهم النيف على بلادهم. يعني لو كان يعني ما مرقولوا أسلوب تاع علي سعيد، يعني تاع أسلوب يستعمل أسلوب النكتة المبتذلة أو أسلوب أسلوب الضحك المبتذل، يعني فيه من فطياته شغل إهانة. وهذا أسلوب خبيث جدا يستعمله مثل عمل علي سعيد. يعني أسلوبه خبيث جدا، يعني يستعمل أسلوب كوميديا مبتذل. استعمل أسلوب الكوميديا المبتذلة، ها مبالغ برشا مبالغ. أظنك أكثرت من التمثيل والدراما المصرية، والمعروف أن الأكل التونسي لا يعلى عليه ولا يقرن بالأكل المصري البارد. يا جماعة كبرتوا الموضوع، طبيعي. شوفها ما تعرفوا أعتذر، ما تعرفوا كان العيش والفول والجبنة الناتنة جاي تحل في فمك على الطبخ التونسي اللي كله. هاي المرأة هذه غادة، هذه شوف لفافة وحضارات. اخرج لأوروبا وشوف كم مطعم تونسي موجود، قداش يخدم في النهار، وشوف كيفاش مليان أجانب ويحبوا ماكلتنا. وجيب لي قداه المطعم مصري موجود وشوف كيفاش يمشيوا للمصريين. حمام في العالم. أنت ما تعرف تأكل أصلا، طريقة مسكك للملعقة تبين أنه أنت تبلع كثير. مع احترامي لشخصك، في كثير الناس سجلت فيديوهاتك نفس المحتوى، مالك بس كنت طريقة ذوقهم وشرحهم الأكل طريقة حلوة، بس طريقة كثير بايخة على قوالكم. وأنا تونسي راح أخبرك أنه من أعرق وأحسن مذاقات في أكله هو مطبخ التونسي. هاك شوفوا إخواني أخواتي، داهم النيف تونسا، داهم النيف، ما خلاولوش علي سعيد، رخصوه. هذه هي. هاك شوف لو كان احنا، نعم يا حمدي، نعم يا علي سعيد، انتي تضحكو تمهبيل، اي شيء جيد، نعم شكرا بصحتك، فهمت كيفاه؟ هو يصف فيهم يعني ويدير لهم بطريقة يعني دراما وتمسخير وما يشكروا فيه. فهمتوا كيفاه؟ فرق كبير بين الأغبياء تاعنا الحمقى الكباش والقاطع، هذا المعيز هذا القاطع، يعني ما ينتقدوش. كي يجوا هذو المؤثرين هم على يجوا لهنا الجزائر، صابوا هنا، صابوا غرضهم هنا، صابوا هنا قاطع من ذهب.
قطيع يمدحهم ما ينقدهم ما ينتقدهم، ما عندهم روح الوطنية، ما عندهم الغيرة على الوطن، ما غير على الشرف، على شرف بلادهم والو، يعرفوا غير يشكروا هذو المصريين. يا المهم اي منشور ينشروا يهضر على الجزائر يقول لك ايه، ويقول لك شكرا واحسنت، هو في طيات منشور في امور فيه اهانه يعني للبلد، يعني فيها البلد وفيه طياته قله احرام والمبالغه والتمثيل. شوف التوانسه كيف جبدوا له يعني خربوه، شوف شوف هذا قالوا مبالغه وقله احترام، ولو كانت لي سلطه لمنعتك من دخول تونس مدى الحياه مجددا، لان هذا يعتبر تهكم واستهزاء بموروث شعب. شوف اخواني اخواتي، تونس تعتبر من اهم بلدان سياحيه في شمال افريقيا، وزارة حالي يعني 10 مليون سائح. راك تشوف اكل التونسي فيه شبه من الاكل الليبي. راك تشوف اخواني اخواتي، راك تشوفوا يعني انا مانيش نهضر وحدي، ولا رخصوه علي سعيد، رخصوه يعني علي سعيد رخصوه. دوك هنا هنا يحسب لهم الف حساب، مش كيما هنا تاعنا، احنا حنا المعيز والعجامه والكباش والنعاج، هذو اللي يعرفوا غيبني وي 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 ويعطيك الصحة وشكره وتحيا مصر وتحيا الجزائر ونعك علي سعيد ولي ينتقدك هو غيور وحسود. عرفت كيف؟ حتى هنا أغبياء. احنا شوفنا الفرق كبير بين بين التونسيين وبين من التونسيين وبين تاعنا هنا، القطيع قطيع تاعنا هنا نبين لك مستوى. يا القطيع يا القطيع يا القطيع، اسمعوا لي مليح، انتو شوف مستوى تاعكم، ها فرق كبير بين تونس وبين القطيع تاعنا، يعني انتم مستوى تاعكم تحت الصفر. هذا ما كان اخواني اخواتي، والسلام عليكم.